الآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها 333. أستهل هذه الجولة معكم من صحيفتها آرتس ومقال للكاتب ألون بينكاس تحت عنوان بنيامين نتنياهو مخادع ويقود البلاد إلى الهاوية. أكد الكاتب أن بنيامين نتنياهو خدع الكل، الجميع تظاهر بالاهتمام بالتوصل إلى الصفقة بشأن المحتجزين، لكنه دوما يقوض التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة. لديه مصالح شخصية ضيقة سياسية في إطالة أمد الحرب للبقاء هو في السلطة. الكاتب أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعاني من التنافر والاقتتال الداخلي، وأنه بدلا من إيلاء الاهتمام الكامل التام للمحتجزين وعائلاتهم وذويهم، ينشغل رئيس الوزراء بالمشاحنات بين وزرائه، هو ما أدى بطبيعة الحال إلى حالة من التشتت والإحباط على المستوى الشعبي. طيب، على صعيد آخر، أقر ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي بالإخفاقات على الجبهة الشمالية كذلك الجنوبية، كما كشف عن عجز الجيش الإسرائيلي في الاستمرار في الحرب أو العدوان على القطاع لولا المساعدات والإمدادات العسكرية الأمريكية. أنتقل معكم إلى صحيفة الجارديان ومقال تحليلي تحت عنوان مع نزول المتظاهرين الغاضبين بطبيعة الحال للشوارع، بنيامين نتنياهو وصل إلى طريق مسدود سياسيا. الصحيفة قالت إن الإسرائيليين الغاضبين نزلوا للشوارع وبأعداد ضخمة عقب اكتشاف جثث المحتجزين الستة في أكبر تظاهرة ضد الحكومة منذ بدء الحرب على القطاع. تزايد الغضب الشعبي بسبب رفض بنيامين نتنياهو للصفقة كان من الممكن أن تنقذهم. أشارت الصحيفة إلى أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التظاهرات قد تمثل نقطة تحول سياسي لبنيامين نتنياهو، موضحة أن استمرارها فضلا عن تصاعد استياء كبار القادة العسكريين يضع بنيامين نتنياهو في مأزق سياسي جلي حقيقي. الصحيفة أكدت أن هناك أدلة تشير إلى أن بنيامين نتنياهو وصل فعلا إلى طريق مسدود سياسيا، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تراجع شعبيته. أبدى 70% تقريبا يعني من الإسرائيليين رغبة في استقالته، حتى الإدارة الأمريكية تبدو راغبة أيضا في رحيله وفقا لمؤشرات على الأرض. موقع والا طلعنا بتقرير تحت عنوان زلزال في هيئة الأركان، قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي يستقيل من منصبه. الموقع قال إن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي تامير ياداي استقال من منصبه في خطوة تمثل زلزالا في هيئة الأركان العامة بعدما كان مرشحا لتولي منصب نائب رئيس الأركان المقبل. وفقا لما ورد في الموقع، تأتي الاستقالة من ياداي في وقت تشهد فيه هيئة الأركان العامة حالة تأهب قصوى في الفترة الأخيرة بسبب الحرب والمناقشات حول التوصل إلى الصفقة بشأن المحتجزين إلى جوار التغييرات المرتقبة في صفوف هيئة الأركان. الموقع ذكر أن استقالة تامير ياداي تأتي بعد موجة من الاستقالات في صفوف القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة على أثر الفشل في صد هجمات 7 أكتوبر. صحيفة جيروزاليم بوست نشرت تقريرا تحت عنوان حماس تستعيد قدراتها شمالي غزة. أفادت الصحيفة في متن الأخبار نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بأن حماس تمكنت من استعادة جزء من قدراتها في شمالي القطاع، تمكنت من تجنيد قرابة 3000 عنصر جديد في صفوفها، قامت بتزويدهم بالأسلحة والذخائر. الصحيفة قالت إنه على الرغم من وجود بعض القوات الإسرائيلية في المنطقة فإن غياب نشر قوات كبيرة سمح لحركة حماس بالعودة مرة أخرى، العودة مجددا والعمل بحرية أكبر في
في الشطر الشمالي. وأضافت الصحيفة أن في الوقت الذي يتعرض المجندون الإلزاميون لتراجع كفاءتهم المهنية بطبيعة الحال أو العسكرية نتيجة نقص التدريب والتأهيل، تستمر حركة حماس في تعزيز صفوفها. أختتم معكم هذه الجولة من صحيفة الواشنطن بوست وتقرير تحت عنوان: بعد مراجعة حكومية، بريطانيا تعلق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل. بحسب ما ورد في الصحيفة، أعلنت بريطانيا أنها سوف تعلق بعض صادرات الأسلحة إلى تل أبيب، وأشارت إلى وجود خطر جلي واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة البريطانية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. الصحيفة قالت إن هذه الخطوة تشكل تحولاً في موقف بريطانيا، وجاءت كجزء من مراجعة حكومة حزب العمال الجديدة لمدى امتثال إسرائيل لقواعد وبنود القانون الإنساني الدولي في ظل حربها عدوانها على القطاع. الصحيفة ذكرت أن بريطانيا علقت قرابة 30 ترخيصاً من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأوضحت أن هذه التراخيص المعلقة تشمل مبيعات مكونات للطائرات العسكرية وبعض المواد يعتقد أنها تستخدم في عمليات استهداف على الأرض.